قريت كتاب امبارح بيحكي عن واحد عدى العالم كله في 80 يوم. شوف ازاي يا اخي 80 يوم بس. انا برضه قريت القصه دي بس خيالي قوي. انت مجنون يا عم، قد ايه لف العالم 80 يوم بس؟ صراحه مجنون يوم. شكلك سكرت جامد جدا جدا، انتوا بقيتوا مجانين يا جدعان. انا هقدر الف العالم كله في 50 يوم مش خايف منكم. اه والله. طب اتحداك تعملها كده؟ ولو خسرت تخسر فلوسك كلها. ما خف. تلاتة ويسكي لو سمحت. انا ماشي. ايوه مين؟ ايوه جاي. ام الناس بتتجي لي دي انا. ايوه مين؟ ايوه. نعم. حضرتك حطيت شنطتك؟ ايوه. ليه اتصل بيا؟ الساعة كام؟ جاي لي الساعة كام؟ انت جاي لي الساعة 3 الفجر ليه؟ عشان ايوه حضرت شنطتي، قلت أمينة تعمل لي البوكسرات والبدلة بتاعتي. حضرتك انا حطيت البوكسرز والبوت سوت، فلو عايز حاجه تانيه. سلام. انت بتقول ايه؟ انا ما كنتش عارف انت كنت عايز مساعده لما البوكسرات. لا كوميدي. سلام. اشوفك بعد شهر ونص ان شاء الله. باذن الله. عشان السناب شات فلتر مبين ان احنا في ده شامبين. حاضر لحظه. انت قلتي ايه تاني؟ بقول احنا فين عشان السناب شات فلتر مبين ان احنا رايحين النرويج. اعتقد احنا رايحين. لحظه واحده. شكرا. ايه ده؟ شامبين حلو. تشكر يا ابني. عفوا يا ابني. ايوه احنا رايحين النرويج. انت ما قلتش ليه؟ عادي انا كنت عاملها لك سبرايز. انت ازاي بتستخدمي سناب شات وفي ايروبلين مود؟ وانت مالك؟ ماشي الحمد لله. هو انا ازاي فكرت ان انا اقدر اعملها في 50 يوم؟ هو انا مجنون؟ هو ايه الهبل اللي انا كنت بفكر فيه ده؟ انا هخلي ربنا ياخدني واعمل اللي عليا والباقي على الله. تصبح على خير يا دنيا. لا انا لازم اساعدهم. ما ينفعش مساعدهمش. لا لا ونومي
هلو سمين. انا كريستوف. ممكن تمشي دلوقتي؟ لا انا كنت عايز اساعدكم. سألت ايه؟ ده تريشر ده كانوا بيقولوا عنده ولدين جراند سون اند جراند جيرل صح؟ مش هو عنده ولدين؟ ايوه ده عمكم صح؟ اكسكيوز مي جبتها. انا عارف التريجر ده. احنا نعرف منين ان انت مش بتفتي. انا بليونير من جيرمان. ايه علاقتهم؟ علاقتهم بيه؟ انا بليونير عارف ازاي الناس بتخبي فلوسها. انا عارف ان احنا ممكن نصدقك. امضيلكوا على عهد. ما ممكن بسهولة خلاص كل ما تقولينا اسم فيك. ممكن اوريكوا اسم الاي دي بتاعتي اهي. لا ما انا حاطط صورته. في حاجه اسمها فيك اي دي. طب تحبوا تيجوا جيرمان اوريكوا الاي دي بتاعتي؟ انا اسفكم تفكروا فيها لحظه. فكرتوا؟ شفتنا خلصنا؟ طيب حمرا هي الاخر زمنس مش متعلمين حاجه اصلا. خلاص خلصتوا؟ خلصت شو قلنا خلصنا؟ يا ولاد انا عارف ازاي اساعدكم. اقعد هنا شويه. ايه ده؟ خلصنا. احنا متعودين على كده في جيرمان. مش هو ده بيزنس ديل برضه؟ مش المفروض تقف انت وتقعد هنا؟ احنا كده في جيرمان نقعد. كويس احنا مش في جيرمان في نورويج. اسمعي جيرمان لا مؤاخذه. كويس قوي. فكرتوا؟ ايوه. عايزين ايه بقى؟ يا ربنا ماشي يا جاسو ماشي. خلاص انا هاخد 10% من ال 5% 2% دي. انا اسم الكريم ايه بقى؟ شون. ازيك استاذ شون؟ اسمك ايه؟ امان. اصحابي بيقولوا عليا مني. اوكي يا امان تمام. بس كده يلا نروح ندور على التريجر بتاعنا. يلا بينا. وريني بقى فين. عملت ده كله ايه؟ لازم اتكلم على كنز فين. انا عرفت هو فين. ما هو هو اكيد اكس هنا فاهمين احنا فين. بس الفكره ان انا اتعرضت على شارع تجدد. اعملوا المخلوق مش دعوه. ما سأل. هو مش احنا هنا؟ ايوه. ممكن نمشي كده وهنبقى يعني الشوارع دي اتجددت في حاجات اتقفلت وحطت من الشوارع بعديها. انت ساكن في ثانيه انت ساكن في مكان كام سنه؟ صح صفر. ولم ترقص الجبهه بعد ذلك. ايه بقى الاكس هي عندنا ميلت هير. انت فاكر لما جدول الشوارع ده فاحنا بيكتلي مش هو كده كده if you go much بس if we take a part we have to go like around the mountain. فاعتكر احنا فلنا خدها يعني ايه مؤخذة around about يعني يعرف عارف الصينية اللي بتبقى في اماكن كتيرة طالية لما هو يبقى كان قد الدار round about take what يعني ايه رايت لمؤخذة يعني والله الواحد في مثل يقول لك you learn something every day. بس I hope it's not your stupidity. عموما يلا طب ماشي من الاخر هناخد انا خدها ماشي حلو انا شايف كده كشطاف. انت شايف ايه؟ كشطاف. هناخدها ماشي ولا بالعربية؟ ماشي كده يلا في الاوضه دي التريجر بيقول ان التريجر جوه الاوضه دي. هو ازاي اكيد انا مش هحط التريجر في اوضه يعني لازم استنى استنى نشوف استنى افتح افتح لا 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 افتح
قول صح. احنا نخش ايه ده في نور ايه ده نافل مش فاهم كده ايه ده انا مش فاهم في ايه ده انا فهمت استنى ام الكودنس دي شركه جدنا عندنا هي اشتغل كل حياته عليها شركة الكمبيوترات دي شركة ايه اللي واقف في هو ده هلا مش بابا انا مش فاهمه ايه ده ثانيه في ايه هو فين ايه ايه انا عايز اشوف الزرار مفتوحه ايه ده يعني الشركه لسه شغاله في حته ما تعرفش الشركه مفتوحه فين تاني غير ممكن نفتح الكمبيوتر ونشوف هو فتح ازاي هو الماوس اهو يلا بينا هديكوا 3 مليون جنيه مش عايزين جيب مي ذا بن
$2,000. انت كان اسمك ايه صحيح؟ كريستوف. كريستوف ايه؟ كريستوف. كريستوف ايه؟ كان اسمي كريستوف. يا راجل اسمك التاني ايه؟ بالله سكند نيم. بص تعالي حاول تصل بيه. انت فاهم نفسك؟ تعال الو افشوني. تعال معلش. تعال الو. ايوه الو. ايوه عندنا حرامي في الشركه. الو طبعا الله على كده. العنوان قول لهم من هنا تفتح الباب. عنوان ايه؟ 136 فيلا 16. يا رب خلاص انا هاخد التوب بالسنت بتاعتي. انا خلاص السنت بتاعتي خلاص. ارمي الويس ارمي الويس. كنت بهزر معاك خلاص. شريف قوي يا ابني يا حبيبي. شفت تضرب واحد قد ابوك؟ بس حبيبي والله اصل انت عمرك ما شفت. بس لو هو مات في السر والجوار ينفع تمضي هنا؟ امضي. هتمضي ولا لا؟ متأكدة على الموضوع ده ولا علم على ايوه همضي. ايه ده؟ انا كنت بس بكتب تو صح. حاسبي يا استاذ. استاذه ما تخافيش. سيبها. سيب القلم. استاذه سيب القلم. سيب القلم. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ اسمعت صوت حاجه بتلسع. ايه انت بتضرب واحد قد ابوك ليه يا ابني؟ يا ابني خلاص خلاص يا ابني ايه تمسك بابا. والله بس انت قتلتيني. انت لا قوم قوم. اختي ضربتني في ظهري. قوم تسلم الاسعاف. قوم يا ابني. في ميه سيبه هناك رشوا بيها. شكرا شكرا شكرا. دي كانت مصلحتنا. يا جدعان ايه مش عايز تبقوا في زنت. انتوا بتستهبلوا. لو ما خدتش الدرجة خلاص هاخد 2%. لا مش هتاخد غير 1%. 2% 1% مش عايز حاجة. مش عايز اكمل خلاص. انت كده مش هتاخد زيت. انت كده هتاخد 0%. قال لك اللي يمشي ورا العيال يستاهل ضرب النعال. انا مش هسافر. يلا انا قلت لك بلاش. شغلانة. ازاي؟ انا اسمي كريستوف. انا اسمي جون. ازيك يا جون؟ انا عندي ليك شغلانة. ممكن تشتغل عندي مضيف على الطيارة. بجد؟ اي والله حبيبي. خلاص حبيبي انا متشكر جدا. عفوا. يلا بينا نتمشى عشان اقول لك على الديتيلز. المرة التانية رايحين فين؟ احنا يا بنتي رايحين ام الدنيا مصر. يعني انت شفتيني خلصت كده ام الكشري. عايز تقول ايه؟ وام الملوخيه. انت دقتها اصلا؟ جيرمان بيجيبوا فيها ملوخيه كتير قوي. ايه جيرمان؟ انت مش جايه معايا من هناك؟
عموما احنا رايحين مصر. ام الفضه، ام ام الدنيا من الاخر. بس خلاص احنا رايحين مصر. اكلك ملوخيه. نظيفة عملت لك تسمم، الناس جابوك هنا المستشفى. طب ازاي جالي تسمم؟ احنا دي حاجة ما نعرفهاش لحد دلوقتي، بس انت بتتحسن بسرعة فهتخرج النهاردة. بس انت شكلك حلو قوي. بس بقى ما تكسفنيش. تحبي نخرج؟ شور واي نوت. كلميني عن نفسك حبيبتي. انا مديحة، عندي 24 سنة. أنا ساكنة في جاردن سيتي. بابايا متوفي وعايشة وحيدة مع مامتي، وعندي مشكلة كبيرة قوي عايز اخد رأيك فيها. اوكي؟ طبعا اوكي، اتفضلي. من اسبوع كده بصي اهو الهيستوري بكرة بس الحلاش ثاني. سمعي الحمد لله كويسة وانتي؟ الحمد لله. سمير مديحه سالي. بصي يا بنتي كل ده معلش بقى احنا مش عشان الوقت اكبر بقى، هو انا مش عشان زي ما شفتوا في الافراح. ان شاء الله. شفتي سمير ابو ازاي؟ هو زي قوي. انت بتحبيه في ايه؟ مش فاهمك انت، ده كيوت قوي عشان تبقى لها. يا بنتي كله كيوت قوي وامور قوي وحسول قوي. طب ما تروحي تكلمي، انت خايفه من سالي لابسه فستان ماما؟ لا طبعا انا بس مكسوفه يعني. ازاي اصل سالي هتطلع لك ورده وتعورك بيها. ماما تصور بجد يعني. انتي اسمك يلا يا بنتي. انا انا اسمي مديحه وانت؟ انت ما تعرفيش؟ لا مش واخده بالي. سمير كنت فين يا سمير؟ كنت بدور عليك طول اليوم. مش شايفه؟ عادي. سوري معلش، بس سمير لازم استاذن دلوقتي عشان ورانا مشوار. قوم. يعني انت زعلانه عشان واحد انت بتحبيه وهو ما بيحبكيش؟ يا جدعان انت هبل. يا ابني استنى بس اسمع بقى الحكايه. يا ما دي عامله ايه؟ ازيك يا فهمي، عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه، ما تيجي نذاكر درس كيمستري النهارده مع بعض؟ مش هينفع والله سوري، اصلا لازم اساعد ماما. طيب ماشي اوكي. سلام. سلام. يعني انت بتحبي سمير وسمير ما بيحبكيش، وفهمي بيحبك وانت ما بتحبهوش، صح؟ ايوه هي دي الحكايه بقى، هي دي المشكله. يعني لاف تريانجل. ايوه هي لاف تريانجل. المفروض بقى اعمل ايه؟ انا لو مكانك ههتم بفهمي اكتر بسمير اكتر من سمير. الصراحه انا حاسس ان سمير عمره ما هيحبك اصلا، وفهمي طالما ان هو بيحبك اهتم بيه اكتر. يعني هو ده رايك، اهتم بفهمي؟ لحظه. الو. طيب ماشي حاضر. سلام سلام. طب
انا مضطر امشي دلوقتي ناس، بس ممكن اخد رقمك واكمل معاك على الواتساب. ماشي تمام، بس بقول لي بقى بليز حل المشكلة دي. ماشي ماشي اوكي. كمان الرحلة كانت سريعة بصح؟ في عصفورة دخلت في الطريق. انت كنت بتقولي الرحلة سريعة صح؟ اوه صح، اوه كانت سريعة جدا. بقولك ايه، ليش شربوا؟ نعم؟ ليش شربوا؟ لما اخذ اخذ واحد شامبون. تشربي ايه؟ مالهم يعني وانت هتدفع حساب، لان انا قلت مش عايز اتكلم في
الموضوع ده. هو في ايه انت اتجننتي بقى؟ يا نهار اسود. ما تكلمنيش تاني. حاضر سلام عليكم. طب هدفع ازاي معيش فلوس يا مجنون؟ اما اتصل بالبنت سلمى. ايوه يا ولد. والله مصر غيرتني. بص جبت الساعة دي ب 10 جنيه. بقيت بحب اتفرع بالفضة. ما تردي يا بنت. الو؟ الو؟ ازيك يا كريستوف عامل ايه؟ ازيك يا سلمى؟ بقولي انت ايه تستنى انت بتتكلم كده ليه اصلا؟ بقولك هو ايه اللي حصل في المطعم؟ في الايه؟ في المطعم. طب جمع قبل ما تتكلم. استني استني. طب يعني انا مش هعمل كده. ايوه كده سامعني كويس؟ اه تمام. بقولك ايه اللي حصل في المطعم؟ سوري معلش بس انا عندي مشاكل نفسيه من عيلتي وكده فلما بتجيلي حاجه نفسيه. عيلتك؟ ازاي يعني؟ انا بحس حاجه كده بتجيلي اسمها شيزوفرينيا بتجيلي انفصام في الشخصيه علشان هما بيعاملوني بطريقه تخلي الواحد يعني مش عارفه اشرح لك كويس بصراحه بس هي حاجه يا رب يعني محدش يشوفها قبل كده يشوف تاني. تقصدي انا حاجه نفسيه بتخليني متوتره ومتعصبه من اي حد يقول لي اي حاجه. تحبي نروح المانيا؟ واوديك الدكتور واعمل لك فيلم. اللي انت بتقوله ده نروح المانيا ازاي احنا في السعوديه انت فايق يا بنتي جرماني ممكن تروحيها من اي حته. طب هنروح ازاي؟ هنروح عادي بطياره من السعوديه لجرمان. واهلي وكده؟ مالهم اهلك؟ مش هيوافقوا طبعا يعني ان انا اسافر مع واحد غريب او مش هيسافر اصلا ان انا اسافر بره البلد. خلاص يبقى نهرب. نهرب؟ ما نهرب ازاي؟ عندك خطة؟ أنا عندي خطط كتير أوي. طب ماشي خلاص نبقى نتفق على الموضوع ده. أنا استني. إيه يا حبيبي مالك؟ كنت عايز أقول لك حاجة قبل ما نعمل الكلام ده. سلمى أنا بحبك. طب ماشي شكرا أعمل لك إيه يعني؟ فريد زون. ماشي هقابلك بكرة. سلام. سلام. انا مبسوط قوي ان انت رديتي ديت. ايه يا ابني ده في ايه؟ تيجي معايا جرماني. انت عارف يا كريستوف انا ما اقدرش اسيب حلمي بس عارف احلى حاجه في الموضوع ده ان في السعوديه كانت يعني خانقه قوي وانا لازم البس الجلابيه والطرحه ومش عارفه ايه لكن انا هنا فري البس اللي انا عايزاه افك شعري بجد انا معرفش الناس كلها مستحمله هناك ازاي. تصدق انا مبسوطه جدا ان انا جيت جرماني مش معاكي بس علشان انا هحقق حلمي وهعمل الفيلم اللي انا كنت نفسي فيه على اساس ان انت بتعرفي تمثلي. ايوه طبعا هتبقي جميله جدا وهتعرفي وهتعملي احلى فيلم في الدنيا. حاجه؟ بقول هتعملي احلى فيلم ان شاء الله. اه طبعا يعني ان شاء الله. سيبني بقى دلوقتي عشان مش بتعرفي. 60 ده. سلمى يا سلمى يا سلمى سلمى يا سلمى. ايوه ايوه زعلي. ايوه افتكرت. فاكره الفيلم اللي انا كنت بقول لك عليه؟ ماله؟ واحنا في السعوديه؟ سو؟ اتعمل بجد؟ اسمه ايه؟ اسمه سو 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 سايد سكواد. سو سايد سكواد. انا عملت حادثه من وانا راجع. ماشي كويس. او ماي جاد الله حلمي اتحقق بجد اخيرا همثل فيه. انا هبقى المين كاركتر اكيد صح مش محتاجه كلام طبعا. الله احنا شكلنا عندنا ضيوف. خفاشي خفاشي خفاشي. ها ده نط على العربيه. يخرب بيتك بوظت الخروجه يا اخويا. ما بعرفش اعوم. شفتوا انا قلت لكم كنت عارف ان هي هتقدر تعملها محدش فيكم كان مصدقني ابدا. والله العظيم يا زميلي انا ما صدقتش نفسي انا شفتها انبهرت.
انت عملتها بجد والله العظيم. انا فخوره بيك قوي. برافو برافو برافو. اتفضل. في ما كانش فيه فلوس اكتر ولا ايه؟ انا متهيألي حركات العيال دي بلاش بقى، الراجل الكسبان. لا سلام. حضرتك زي ما انت شايفه الحرب اتاخرت. انا شايفه زي ما انت شايفه. لو سمحتي انا بتكلم، لا مقاطعتي لا مقاطعتي. هو عنده كهربات ايه ده؟ لا هو في امل في شعر تحت بطنك. ارحمني. قام داون يا ابني. هاتي عظم بسرعه. خدي هاتي حقنه بسرعه. ده خلاص ما تلاقي معايا حقنه. اثبت اثبت. انتوا بتعملوا فيها ايه؟ اثبت. شريتيوم. استغفر الله العظيم. شريتيوم. شوف ان شاء الله. شريتيوم. هاتي الحق بسرعه بسرعه قبل ما يبرد بسرعه. يا عيني عندي مدرسه بكره الصبح. واو. الحمد لله توفى. يلا بينا بس عشان نلحق. يا عيني يا عيني الواد يستاهل.